خلال الزيارة التي قام بها جيانغ زيمين السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للاتحاد السوفيتي في مايو عام 1991، ذهب خصيصا لزيارة سان بطرسبورغ مهد الثورة البلشفية، كما قام بصحبة فريق بحري سوفيتي بزيارة سفينة أورورا التي ترمز إلى الثورة البلشفية. في ذلك الوقت كانت الحركة الاشتراكية العالمية تمر بنكسات واختبارات لم يسبق لها مثيل، وبعد عدة أشهر تم تفكك الاتحاد السوفيتي، فقد اختفت أول الدول الاشتراكية من العالم. فكيف للصين الاشتراكية أن تعبر تلك المخاطر الجارفة؟ وكيف ترفع سفينة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية شراعها وتبحر في القرن الجديد؟ بعد تولي جيانغ زيمين منصب السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أكد وجوب التمسك الثابت بالتنفيذ الشامل والدائم لخط الحزب وسياساته منذ الدورة الكاملة الثالثة للمؤتمر الوطني 11 للحزب. كيف يمكن للصين الاستمرار في التقدم في طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في مواجهة الأوضاع الداخلية والخارجية المعقدة والمتنوعة، فالعالم كله يراقب الوضع؟ تعد منطقة بودونغ في شنغهاي أكثر المناطق المالية والتجارية الدولية جاذبية في الصين، وكان من الصعب تخيل انتشار الحقول الخضراء في كل مكان بها في عام 1990. في ذلك العام قررت الحكومة المركزية أن تتخذ من منطقة بودونغ وانفتاحها محركا قويا لانفتاح المدن التي تقع على ضفاف نهر اليانغسي، والإسراع في جعل شنغهاي واحدة من المراكز الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية، وقيادة قفزة اقتصادية جديدة في دلتا وحوض نهر اليانغسي. في عام 1992 تم كتابة الأهداف الاستراتيجية لتنمية منطقة بودونغ في التقرير للمؤتمر الوطني 14 للحزب، وأصبحت تنمية بودونغ علامة مهمة توضح استمرار الجيل الثالث من قادة اللجنة المركزية للحزب في دفع الإصلاح والانفتاح في بداية التسعينات القرن الماضي. حدد المؤتمر الوطني 14 للحزب الشيوعي الصيني المكانة الإرشادية لنظرية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية التي أسسها دينغ شياو بينغ في الحزب بالكامل، واتخذ قرارا حاسما مهما حول إقامة نظام الاقتصاد السوقي الاشتراكي. وقد سجل مصطلح اقتصاد السوق الاشتراكي، ذلك المصطلح الذي استجد في تلك الحقبة التاريخية، السعي الجدي والشاق للصين طوال أكثر من 10 سنوات، إن الربط بين النظام الأساسي الاشتراكي والاقتصاد السوقي، هذه الفكرة الخيالية تعد إبداعا عظيما للحزب الشيوعي الصيني. وقد دخل الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات في الصين مرحلة جديدة، متخذة من حديث دينغ شياو بينغ رمزا لتلك المرحلة. في 5 أغسطس من عام 1992 وصل طرد بلغ وزنه 18 كيلوغراما إلى مدينة شانجين، وكان بداخله 2800 بطاقة شخصية. بعد 5 أيام جمع 15 مليون مساهم أكثر من 20 مليون بطاقة شخصية، واندفعوا إلى شانجين جنوبا قادمين من أنحاء متفرقة من الدولة لشراء الأسهم الجديدة، مما أدى في النهاية إلى وقوع حادثة 10 أغسطس في تاريخ صدور الأوراق المالية بالصين.
وقد كشف ما وراء كواليس تلك الحادثة عن الزيادة الفريدة للاقتصاد في عام 1992، وقد صاحب نسبة الزيادة تلك صعود كبير في التضخم المالي، بحيث سجلت في تلك الفترة أرقام لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإصلاح والانفتاح في الصين، وأصبحت كيفية كبح التضخم الاقتصادي اختبارا خطيرا. وبعد 3 سنوات انخفض التضخم المالي من 24% التي كانت تمثل أعلى نسبة له حتى وصل إلى 8% في عام 1996. وفي الوقت ذاته حافظ الاقتصاد كالعادة على معدل زيادة يبلغ 9.7%. وقد شبه الناس تلك السيطرة الكلية التي تم تنفيذها باستخدام قواعد السوق بالهبوط الناعم. بناء على مطالب تأسيس نظام الاقتصاد السوقي الاشتراكي ومن خلال دفع إصلاح النظم المختلفة كالنظام المالي ونظام تحصيل الضرائب والتجارة الخارجية والعملة الأجنبية والتخطيط والاستثمارات والأسعار والتداول والإسكان والتأمينات الاجتماعية، فقد تعزز بوضوحنا الدور الأساسي للسوق في توسيع الموارد، وتم تكوين إطار منظومة السيطرة الكلية بشكل ابتدائي. شهدت عدد كبير من المؤسسات المملوكة للدولة والتي كانت تدعم صروح الاقتصاد بالجمهورية عثرات كثيرة خلال المنافسة بالأسواق، وكانت نسبة وجود المؤسسات المملوكة للدولة بشنغهاي كبرى المدن الصناعية بالصين في ذلك الوقت تحتل 80%، حيث كانت شنغهاي أولى المدن التي مرت بآلام ولادة إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. ب18 من مايو من عام 1995 عقد جيانغ زيمين ندوة أصغى خلالها لتقارير المؤسسات المملوكة للدولة عن أوضاع الإصلاح بها، وسأل الرفاق في مكان الندوة: الآن هناك عدد من الكوادر لا يرغبون في إدارة الإصلاح بالمؤسسات المملوكة للدولة، فما رأيكم؟ إن إصلاح المؤسسات كان قدرا لا يمكن تجنبه، مسؤولية لا يمكن التنصل منها بمدينة شنغهاي باعتبارها أكبر المدن الصناعية والتجارية في الصين. كان هناك 1,000,000 عامل عاطل عن العمل، منهم 270,000 عامل في مجال النسيج. في مواجهة هذا الكم الهائل، أسست شنغهاي أول مراكز خدمات إعادة التوظيف بالدولة، فقد أصبحت تلك المراكز جسورا لتوزيع عمال وموظفي مؤسسات القطاع العام من المؤسسات إلى الأسواق. إن تطبيق الدولة لمشروع إعادة التوظيف يتناسب مع تكوين وتحسين نظم التأمينات الاجتماعية بالصين وإعداد شبكة أمن دافئة. بحلول عام 2000 بدأت غالبية المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الرئيسية المملوكة للدولة في تكوين نظام المؤسسات الحديثة، حيث شهدت أشكالا مختلفة من الاقتصاد وتطورا مشترك الارتكاز على نظام الملكية العامة. وكان دور الأسواق في توزيع الموارد يزداد تدريجيا، كما كانت آفاق نضوج الاقتصاد الخاص تتسع تدريجيا، حيث أتى السعي وراء الإصلاح بثماره الوفيرة. وخلال مراحل تأسيس الاقتصاد السوقي الاشتراكي كانت الزراعة تمثل فائدة اجتماعية كبيرة، لكنها كصناعة أساسية ذات فعالية منخفضة نسبيا قد مرت من فترة من الفترات أيضا بعثرات وتباطؤ مثلها مثل المؤسسات المملوكة للدولة. وكانت اللجنة المركزية للحزب تولي أهمية كبيرة لمشاكل الزراعة والقرى والفلاحين، ومن خلال جهود دامت سنوات تأسس تدريجيا
نظام اقتصادي ريفي يتناسب مع متطلبات الاقتصاد السوقي الاشتراكي باتخاذ أعمال العقود المنزلية أساسا له، وكان مدعوما من نظام الخدمات الاشتراكية الزراعية ونظام سوق السلع الزراعية ونظام حماية ودعم الدولة للمجال الزراعي. إن هذا جزء من الذاكرة الشعبية، عرض أكثر من 30 كتيبا من كتيبات الإحصاء العائلية خلال العرض الأساسي لطريق النهضة بالمتحف الوطني. ففي عام 2001 قام تين يو الموظف بمتحف الدولة بثمان زيارات إلى شنغهاي، حيث قام بجمع تلك الكتيبات من منزل يانغ يان تشو أحد الموظفين وعاد بها إلى بكين. سجلت الكتيبات الإحصائية أحوال الدخل والمصروفات العائلية لأسرة يانغ يان تشو على مدار أكثر من 30 عاما، منذ عام 1965 حتى عام 2000. كانت الإحصاءات دقيقة ومحدودة ولم تغفل شيئا أبدا. ففي يونيو من عام 1980 أنفق يانغ يان تشو 456 يوانا صينيا في شراء جهاز تلفزيون أبيض وأسود، وفي نوفمبر من عام 1984 ظهر له رصيد لأول مرة في الكتيبات الإحصائية، وفي عيد الربيع عام 2000 أنفق 1000 يوان صيني لشراء قلادة من البلاتين لنفسه، من أشهر تملأها الديون إلى أشهر تشهد فائضة. فطرأت التغيرات بهدوء على حياة تلك العائلة طوال 30 عاما. سجلت تلك الإحصاءات مسار حياة عائلة واحدة، لكنها أوجزت تغير عصر بأكمله. حققت الصين في عامي 1995 و1997 أربعة أضعاف ما كان عليه عام 1980 في إجمالي الناتج المحلي ومتوسط نصيب الفرد، واستكملت مبكرا الخطوة الثانية من الأهداف الاستراتيجية من بناء التحديثات، حيث حققت قفزة تاريخية في حياة الشعب من الاكتفاء الذاتي في المأكل والملبس إلى رغد العيش والثراء، حيث كانت تلك علامة فاصلة جديدة في تاريخ تطور الأمة الصينية. كان العد التنازلي لاستعادة الحكومة الصينية ممارسة سيادتها على هونغ كونغ مشهدا جذابا في ميدان تيانانمن. ففي الساعة 12 بعد منتصف ليل الأول من يوليو عام 1997، ومع ارتفاع كل من علم جمهورية الصين الشعبية وعلم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ببطء، عادت هونغ كونغ جوهرة الشرق اللامعة من جديد إلى حضن الوطن. وبعد عامين عادت ماكاو أيضا إلى الوطن بسلاسة. كان الشعب يهتف بشعارات تكن مشاعر أمة ظلت متراكمة في قلبها منذ 100 عام. كان هذا الهتاف توديعا لذل تاريخي وتطلعا إلى نهضة مستقبلية. إن الإنجاز العظيم وهو الوحدة الوطنية استمر في خطواته المتقدمة. في عام 1992 كانت ضفتا المضيق شاهدا على عدد كبير من المفاوضات التي مرت بها، وتوصلتا إلى آراء مشتركة قائمة على أساس التمسك بمبدأ صين واحدة. في 30 من يناير من عام 1995 ألقى جيانغ زيمين السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني كلمته تحت عنوان مواصلة النضال من أجل استكمال قضية دفع الوحدة الوطنية. وخلال كلمته طرح 8 أفكار لدفع تطوير العلاقة بين جانبي المضيق. فازدادت التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والبشرية. إن المؤتمر الوطني 15 للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في سبتمبر من عام 1997
رفع الراية العظيمة لنظريات دينغ شياو بينغ وطرح المنهاج الأساسي للحزب في مرحلة ابتدائية للاشتراكية. طرح المؤتمر الوطني الخامس عشر للحزب الشيوعي الصيني أهداف نضال الصين في القرن الحادي والعشرين، وخلال السنوات العشر الأولى سيتحقق ضعف إجمالي الناتج الوطني بالمقارنة مع عام 2000، وستتشكل نظم اقتصاد سوقي اشتراكي شاملة نسبية. وبحلول منتصف القرن الحادي والعشرين عندما يمر 100 عام على تأسيس جمهورية الصين الشعبية ستتحقق التحديثات من حيث الأساس، وسيتم بناء دولة اشتراكية قوية وغنية ذات حضارة ديمقراطية.这个目标呢，实际上是对三步走战略中第三步的细分和发展。九十年代后期开始，党中央为此呢提出了一系列重大战略，包括科技、新国战略、可持续发展战略、走出去战略、西部大开发战略等等。现在看得很清楚，这些战略对实现两个一百年的目标具有重大和深远的意义。 وباعتبارها أسرع دولة نامية من حيث التطور والتنمية في العالم، أصبحت الصين بصورة متزايدة قوة مهمة وإيجابية على الساحة الدولية. حازت تلك القوة على احترام الناس في العالم خلال الأزمة العارضة وغير المتوقعة. في 2 يوليو عام 1997 اشتعلت الأزمة المالية بقارة آسيا، أولا بتايلاند، فيما بعد امتدت حتى اجتاحت عددا كبيرا من الدول والمناطق في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، وأدت إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع سريع في الأسعار وتفاقم البطالة واضطرابات اجتماعية. إذن ماذا تفعل الصين؟ في ديسمبر عام 1997 عندما حضر جيانغ زيمين لقاء غير رسمي على هامش قمة الآسيان، وعد بشكل علني لأول مرة بعدم انخفاض قيمة العملة الصينية، وكانت هذه إشارة تصميم ومسؤولية وجهها للعالم عندما هاجمت أموال المضاربة الدولية هونغ كونغ. كانت الحكومة المركزية هي أقوى داعم لهونغ كونغ في النضال والدفاع عنها، وفي النهاية كانت هونغ كونغ هي الوحيدة التي صمدت أمام هجوم أموال المضاربة الدولية خلال الأزمة التي اجتاحت قارة آسيا بالكامل وحافظت على مكانتها كمركز مالي دولي. خلال الأزمة المالية التزمت الصين بوعدها وبذلت ما في وسعها في تقديم مساعدات لمختلف دول جنوب شرق آسيا، وقامت بدور حاسم ونالت الاحترام الخاص من تلك الدول. في الوقت الذي كانت تداعيات الأزمة المالية لم تهدأ بعد، جاءت الطبيعة المتقلبة بتحديات جديدة. ففي عام 1998 شهد حوض نهر اليانغسي ونهر نانجا ونهر سانغخوا فيضانا هائلا كان من النادر حدوثه على مر التاريخ. إن الجيل الثالث من قادة اللجنة المركزية للحزب والذي يعتبر جيانغ زيمين نواة له قام بقيادة الشعب بأكمله، اتحدوا كرجل واحد وسور لا يظغر، فانتصروا في نهاية المطاف بمكافحة الفيضان. البطل الحقيقي هو من يستطيع التغلب على المصاعب والعثرات، فقد لعب 300,000 ضابط وجندي من جيش التحرير الشعب الصيني وقوات الشرطة دور فرقة صدام وصخرة قائمة في التيار الجارف لمكافحة الفيضان.
في الفترة الجديدة دفع الحزب بإيجابية التغيرات والإصلاحات العسكرية ذات الخصائص الصينية التي كانت تركز على الفوز وعدم التفسخ وتهتم بتقوية الجيش من خلال العلوم والتكنولوجيا، وذلك بناء على المتطلبات العامة المتسمة بالسياسات المؤهلة والجانب العسكري القوي والأساليب الجيدة والانضباطات الصارمة والتأمينات القوية، ووفقا لهدف بناء جيش معلوماتي للفوز في الحرب المعلوماتية تم التعزيز الشامل لبناء الثورية والتحديث والتقنين وضمان ولاء الجيش للحزب والاشتراكية والوطن والشعب إلى الأبد. جلجلت أصوات الألفية الجديدة. جلب حلول المئة عام الماضية للصين الذلة وبنادق ومدافع قوات الدول الثمان المشتركة، لكن حلول المئة عام اللاحقة أهدى للصين المجد والحلم. To the city of Beijing. في 13 من يوليو عام 2001 فازت بكين باستضافة دورة الألعاب الأولمبية. في تلك الليلة شهدت بكين والصين بأكملها احتفالات صاخبة، وذكرت صحيفة الشعب اليومية في الافتتاحية التي نشرت في اليوم التالي: الألعاب الأولمبية اختارت بكين، ذلك لأن العالم يستحسن الصين. من العقاب على مدار 10 سنوات سابقة إلى الترحيب بعد 10 سنوات، من استياء على مدار 10 سنوات سابقة إلى استحسان بعد 10 سنوات، إن أسلوب تعامل العالم مع الصين هو ما تعكس ملابسات التنمية الوطنية على الصعيد الدولي. في 10 نوفمبر عام 2001 في المؤتمر الوزاري الرابع بمنظمة التجارة العالمية في الدوحة العاصمة القطرية تمت الموافقة بالإجماع وبعد المناقشة الجماعية على القرار بانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. The ministerial conference so agrees. في هذا اليوم مر 15 عاما على المطالبة الرسمية للصين في يوليو من عام 1986 باستعادة مكانتها كطرف موقع في اتفاقية التعريفة الجمركية الجات. إن مسيرة التفاوض التي استمرت 15 عاما هي مسيرة التعميق المستمر للإصلاح والانفتاح بالصين، مسيرة التعزيز المستمرة لقوة الاقتصاد الصيني، مسيرة التوسع المستمر للتجارة الخارجية، ومسيرة البناء والتحسين التدريجي لنظام الاقتصاد السوقي الاشتراكي في الصين. هي أيضا صورة حقيقية لعملية اندماج الصين في العولمة الاقتصادية. لقد اعتمدت إنجازات وتطور الصين على القيادة الصحيحة للحزب والنضال المشترك للدولة بجميع قومياتها، فلا بد من إصلاح الحزب أولا قبل إصلاح الدولة، ويتطلب إصلاح الحزب صرامة وحزم. في ظل تنمية الاقتصاد السوقي الاشتراكي اهتم الحزب الشيوعي الصيني بشكل كبير ببناء نفسه، ودفع بصورة شاملة المشاريع العظيمة الجديدة في بناء الحزب، وطالب الحزب بالكامل بالتأكيد على الدراسة والسياسة والعدالة بحيث أن شهدت أحوال العالم والدولة والحزب تغيرات جديدة، وهي في حاجة إلى تعاملات جديدة من قبل الحزب. في فبراير من عام 2000 عندما وصل تيان زيمين إلى مقاطعة غواندونغ من أجل تفقد أحوال العمل انطلاقا من مطالبته بالتلخيص الشامل للاختبارات التاريخية وكيفية مواجهة الأوضاع والمهام الجديدة، طرح فكرة التمثيلات الثلاثة المهمة،
وفي يوليو عام 2001 خلال الاحتفال بالذكرى 80 لتأسيس الحزب قام بتفسير منتظم لهذه الفكرة. عملت فكرة التمثيلات الثلاثة على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بماهية الاشتراكية وكيفية بناء المجتمع الاشتراكي، فالإجابة على أسئلة كهذه إرث وتنمية للماركسية اللينينية وأفكار ماو زي دونغ ونظريات دينغ شياوبين، كما أنها تعكس المتطلبات الجديدة التي قدمتها التنمية والتغيرات في الصين والعالم المعاصر لأعمال الحزب والدولة. هي أيضا سلاح نظري قوي يعزز ويحسن بناء الحزب ويدفع الإكمال الذاتية والتنمية الاشتراكية بالصين. في نوفمبر من عام 2002 لخص المؤتمر الوطني 16 للحزب الشيوعي الصيني الخبرات الأساسية لقيادة الشعب الصيني في بناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، حيث قاموا بتحديد أفكار التمثيلات الثلاثة المهمة سوية مع الماركسية اللينينية وأفكار ماو زي دونغ وأيضا نظريات دينغ شياوبين كأفكار إرشادية للحزب، كما طرح أهداف النضال للبناء الشامل لمجتمع رغيد الحياة. في 13 من ديسمبر بعد ختام المؤتمر الوطني 16 للحزب الشيوعي الصيني بأقل من شهر، وردت أخبار من مونتي كارلو بموناكو حيث فازت الصين بحق استضافة معرض إكسبو لعام 2010. وعلى مدار أكثر من 150 عاما من تاريخ المعرض أصبحت دورة المعرض لعام 2010 أولى الدورات التي تقام في دولة من الدول النامية. هذه المدينة تجعل الحياة أكثر بهجة وجمالا، وهذه الدولة تجعل الحياة أيضا أكثر بهجة وجمالا. إن جماعة الجيل الثالث لقادة لجنة الحزب المركزي الذين يتخذون الرفيق تيانغ زيمين نواة لهم قادوا كل الحزب والشعب على مختلف قومياته متمسكين بالنظريات الأساسية والخط الأساسي للحزب، ودافعوا عن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية متحدين الاختبارات الخطيرة للأوضاع المعقدة الداخلية والخارجية والعثرات الخطيرة التي شهدتها الاشتراكية في العالم، وبناء على الممارسات الجديدة أعدوا المنهج الأساسي والخبرات الأساسية للحزب، وحددوا أهداف الإصلاح والأطر الأساسية لنظام الاقتصاد السوقي الاشتراكي، وأسسوا النظام الاقتصادي الأساسي ونظام التوزيع للمرحلة الابتدائية من الاشتراكية، وخلقوا وضعا جديدا من الإصلاح والانفتاح الشامل، وطوروا المشاريع العظيمة الجديدة لبناء الحزب، كما دفعوا بنجاحنا الاشتراكية ذات الخصائص الصينية نحو القرن الحادي والعشرين.